معنا على الهاتف استاذ جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس. استاذ جورج، مساء الخير. كل سنة وانت طيب. طبعا كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، أشكرك. ابتدي واسالك بقى، حصل ايه؟ جلوري ليست ايفر جيفن، ده العنوان اللي في كل الميديا الاجنبية النهارده. صحيح، عنوان نتفق معه تماما، ولكن خليني اوصف لحضرتك انه الحادث ليس حادث جنوح في المقام الاول. ما حدث تحديدا ان السفينه جلوري كما جاء في مقدمات حضرتك القادمه من الشمال تحديدا من تركيا ومتجهه الى الصين، هي سفينه صب حمولتها تقريبا 40,000 طن. يعني ايه صب يا استاذ جورج؟ يعني صب يعني بتحمل حبوب، هي تحديدا بتحمل ذره، حبوب الذره من اوكرانيا مرت بتركيا ومتجهه الى الصين، فهي الصب هو المصطلح الخاص بالبضائع السائبه تحديدا، زي القمح، زي الفحم، زي الذره، كل انواع المحاصيل الزراعيه اللي قد تكون في صوره سائبه. ده هو ما نقصده بالصب. نعم. فهذه السفينه كانت بتحمل محصول الذره زي ما وضحت لحضرتك. ما حدث تحديدا هو انه محركات السفينه او ماكينات السفينه تعرضت الى عطل فني وتوقفت عن العمل تماما، وبالتالي فقدت السفينه قدرتها على الابحار. قناه سويس دايما بتدفع بقطارات بحريه بترافق كافه السفن العابره لقناه السويس، وبالتالي على الفور القاطره البحريه المرافقه لهذه السفينه اتخذت الاجراءات السريعه المتبعه في مثل هذه المواقف. بعد توقف ماكينات السفينه عن العمل بدات القاطره البحريه تحط السفينه او تقطرها الى جانب القناه منعا لحدوث اي حوادث تصادم مع السفن المتقاطره خلف هذه السفينه. فور تامين الموقف على طول كانت توجيهات السيد الفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه بدفع قاطرات اخرى لموقع توقف السفينة. تم تقييم الموقف، أمننا حركة الملاحة بالكامل، وقفنا يمكن السفن اللي كانت متقاطرة خلف هذه السفينة لمدة وجيزة. تم على الفور سحب السفينة من موقع توقفها إلى موقع آخر قريب، وتعاملنا مع الموقف كما جاء في مقدمة حضرتك باحترافية شديدة جدا وسرعة. تم الانتهاء من الموقف ده في سويعات قليلة، ولكن النقطة الأهم هو أنه ليس حادث جنوح، ولكنه توقف لماكينات السفينة بسبب عطل فني نتج عنه توقف السفينة عن الإبحار، وبالتالي طيب. اضطرينا نقطرها أو نسحبها لموقع قريب. طب هذا التوقف هل أغلق مجرى القناة ولا هو توقفت؟ اشرح لي الجزء اللي المكان اللي توقفت فيه، هل مكان ضيق مكان واسع يعني؟ أبدا تماما، هو هي توقفت في علامة الكيلومتر 38، ده على بعد مسافة قليلة جدا من المدخل الشمالي من مدينة بورسعيد، وبالتالي كإجراء احترازي بيتم توقيف السفن المتعاقبة وراء هذه السفينة زي ما قلت لحضرتك منعا لحدوث أي تفاقم للموقف أو حوادث تصادم نظرا لهذا التوقف المفاجئ. بعد تأمين الموقف بدقائق معدودة على طول بدأنا في قطر أو سحب هذه السفينة، وتم تسيير حركة الملاحة مباشرة بعد قطر السفينة بعيدا عن موقع توقفها. احنا النهاردة استقبلنا 51 سفينة عملاقة عبروا من الشمال ومن الجنوب بدون أي مشاكل على الإطلاق، عبرت بمنتهى السهولة واليسر، وزي ما قلت لحضرتك قدرنا نسيطر على موقف السفينة ونسحبها إلى موقع بعيد عن المجرى الملاحي بحيث نسمح بحركة عبور السفن بمنتهى السهولة واليسر. الموضوع ده خد وقت قد إيه يا أستاذ جورج؟ الوقت ده لم يتعدى سويعات قليلة جدا، لا تتجاوز يعني أصابع اليد الواحدة، يعني بنتكلم تقريبا فيما يقرب من 3 أو 4 ساعات على الأكثر تم الانتهاء من الموقف بالكامل. يبقى بس ان انا اشير الى نقطه انه الدلاله او يمكن المدلول الكبير لهذا الموقف اللي بيحصل يمكن في اي مجرى ملاحي هو مدى الجاهزيه. طبيعي احنا في قناه سويس بنتعامل مع ما يزيد عن 23,000 سفينه سنويا، ده اللي شاهدناه في عام 22 على سبيل المثال، ما يزيد عن 23,800 سفينه عبرت قناه السويس. ماكينات هذه السفن دوما ما تتعرض للاعطال كعاده اي ماكينه أو أي آلة في الدنيا قد تتعرض لأي أعطال. يبقى الفيصل هنا هو كيفية تعامل الهيئة مع هذا الموقف، كيفية حفاظنا على تدفق السفن وعدم التأثير هذا الحادث على حركة الملاحة. نعم. في قناة السويس. طيب. زي ما قلت لحضرتك ده لم يعد بأي شكل من الأشكال عبور 51 سفينة النهاردة. طيب. خلال هذا اليوم جلوري مشيت بقى خلاص ولا لسه فيها عطل وبتصلحوه؟ لا، حاليا العطل موجود وبيتم إصلاح هذا العطل حاليا، فالسفينة لازالت باقية، لكن وضع السفينة جيد تماما. تم تأمين موقفها زي ما قلت لحضرتك، موجودة الأطقم الفنية، طاقم الإنقاذ اللي شارك أيضا في سحب هذه السفينة من الموقع على الفور متواجد على مدار الساعة، ويمكن ده بيرجع لرؤية الدولة المصرية اللي دوما ما تركز على تعزيز القدرات الفنية والبشرية في هيئة قناة السويس على مدار العام. هنا السفينة لما بتقف بقى بتركن في المكان اللي انتوا بتركنوها فيه ده عشان تتصلح، هنا بتدفع غرامات، بتدفع حاجة، ولا بيبقى الوضع ولا مثلا أرضية زي ما بنقول زي في المواني ولا ايه؟
خليني اقول لحضرتك ان احنا في قناه سويس لا نتعامل مع الموقف بصوره الغرامات او ان احنا بنفرض رسوم اضافيه، طبعا بيكون في رسوم اضافيه طبقا للخدمات اللي قدمتها قناه سويس، سواء اطرات اضافيه تم دفعها للموقع، سحب السفينه واطقم الانقاذ اللي شاركت في سحب هذه السفينه من موقعها، اكيد في رسوم بيتم دفعها نظير هذه الخدمات الاضافيه، ولكن بيبقى همنا الاول او تركيزنا كله على تسيير حركه الملاحه في اسرع وقت، ضمان سلامه الطاقم الموجود على متن السفينه، وضمان سلامه بدن السفينه، عدم حدوث اي انسكاب بترولي او تلوث في القناه بسبب توقف هذه السفينه المفاجئ. ده مهم جدا، ولكن بالطبع بيتم تحصيل الرسوم الواجب سدادها نظرا للخدمات الاضافيه اللي بتقدمها قناه سويس في مثل هذه المواقف. هي جنسيتها ايه السفينه؟ السفينه بترفع علم جزر مارشال، وهي زي ما قلت لحضرتك هي قادمه في الاساس من اوكرانيا مرورا بتركيا، والوجهه النهائيه هي الصين. شكرا استاذ جورج صفوت، متحدث باسم هيئه قناه السويس. تحيه لرجال هيئه قناه السويس، تحيه للفريق اسامه ربيع. الحقيقه يعني عمل احترافي سريع، و زي ما قلنا العنوان اللي في كل الميديا الاجنبيه: جلوري ليست ايفر جيفن. نخرج فاصل ونرجع.